مساء الخير، هعمل معاكم ان شاء الله سناك الشوفان مع بذور الشيا، وحضيف كمان بذور الكتان. اول خطوة هعملها احمس الشوفان دقائق، وبعد كذا اطفي النار عليه. بعد ما حمست الشوفان هضيف الفواكه المجففة اللي متوفرة عندي والمكسرات اللي احبها مع بذور الشيا وبذور الكتان. مقادير المواد السائلة: عندي ملعقة كبيرة من الكوكونات، زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من فول السوداني اللايت، ونص كاسة من السكر البني. إذا تبغوا تستبدلوا بسكر الفواكه أو سكر دايت براحتكم. اللي ما يحب نكهة جوز الهند الكوكونات أو إنه ما هي متوفرة عنده، يحط عادي يا زيت يا زبدة. بعد ما ذابت المقادير هضيفها على الشوفان. إذا حابين كمان تضيفوا مع المكسرات والفواكه جوز الهند، مبشور جوز الهند أو حبيبات الهيرشي، برضه حيطلع حلو. جهزت الصينية مبطنة بورق المشمع وورق الزبدة، وححط الأشياء فوقها. حساوي الأشياء هذه كلها، حاول أضغط عليها. آخر حاجة أضفت ورق من المشمع وضغط بيدي تمام، وبعدين هدخلها الثلاجة تبرد وبعدين هقطعها. بعد ما خرجته من الفريزة هرفعه وانزله برا واقطعه. جزء قطعته بالطول وخليته زي سناك، وجزء هخليه زي الجرانولا، احطه في الحافظة